لقد وضعت ملف ترشحي لرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متمنيا أن أكون من الفائزين في هذا العرس الكبير الذي سيكون إن شاء الله يوم 18 أبريل. فالآن ونحسب أنفسنا من شباب جيل الاستقلال نطمح إلى أن نرقى بهذا الوطن إلى أن يكون في مستوى الرهان الدولي الإقليمي والعالمي. ونشكر كل من ساعدنا في جمع التوقيعات اللي هي على مستوى 32 ولاية. كانت هذه التوقيعات يعني في جهد كبير، 663 توقيع. وأشكر كل المواطنين اللي يعني وضعوا فينا هذه الثقة، ونحن نتقدم ببرنامج خطه سياسي يسمى بالأصالة الحداثة والإصلاح. أشكر جزيل الشكر المواطنين الذين منحوا لي ثقتهم بإمضائهم ل 81,110 توقيع عبر 32 ولاية. التوقيعات تاعنا تجاوزت العدد الحمد لله والامور تاعنا كانت ممتازه. حتى اليوم كي حطينا الملف تاعنا حطيناه بفخر، ونتمنى رب العالمين انه يوفقنا في هذا المجال.